أهلا وسهلا فيكم من جديد مع الموسوعة الهندسية، الدورة مستمرة، هاي المحاضرة الرابعة، بتمنى تكون مفيدة للجميع وتكون فيها مثال واضح وجميل ونقدر نوصل الفائدة. هلا هون في عندنا المثال الثالث، ورح يكون في مقارنة مثل العادة ما بين الحل باستخدام السوليد ووركس والحل باستخدام برنامج بالطريقة التحليلية. طبعا هون بدنا نحسب ضمن المحاضرة ردود الأفعال والعزم الناتج عن تأثير القوى المطبقة على منتصف الجائز، وهو مثبت بمسند من الطرفين يعني، وبدنا مثل ما قلنا نحلها بالطريقة التحليلية ونقارن. المطلوب حساب ردود الأفعال والعزم للجائز المبين بالشكل. هون الطول عبارة عن 1000 مليمتر، والقوة بالمنتصف 1200 مليمتر. هلا زي ما نلاحظ هون عندنا مسند A ومسند B، هلا راح نقوم ب هذه أبعاد الجائز. هلا لحل التمرين بدنا نقوم بحساب ردود الأفعال العزوم. هلا هون هذا المسند في له ردين فعل على المحور X وعلى المحور Y، وفي له عزم كذلك الأمر لكن معاكس بالاتجاه بالمحور B. طبعا هون إذا عاكس بالاتجاه معناها واحد إشارته موجب والآخر إشارته سالب، وهون كذلك الأمر، هون إشارته مخالفة لإشارة القوة. هاي نستفاد منها هلا بحل المسألة، وقت نكون مجموع القوى على المحور X يساوي الصفر، معناها القوتين، هاي القوة وهاي القوة متساويتين وبتساوي صفر. أما على المحور Y فعندنا هود القوتين مجموعين بخالفوا إشارة القوة الـ1200، بالتالي مجموع القوتين بيساوي الـ1200، وبالتالي هون حصلنا على معادلة بمجهولين. بدنا معادلة تانية بمجهولين لنقدر نحل المسألة. كيف نحصل عليها؟ عن طريق معادلات العزوم. محصلة العزوم على المسند ب بيساوي الصفر، بالتالي ناخد نشرحها هون. هون عندنا العزم حول النقطة ب بيساوي الصفر، بالتالي عندنا هاي القوة ضرب هاي الذراع زائد هاي القوة ضرب هذا الذراع ال بيساوي الصفر، يعني عندنا قوتين بهالحالة هاي. بالتالي رح نحصل على ال FYR بهي المعادلة، ومنعوضها بالمعادلة اللي قبل بنحصل على ال FYR وال FYB، أو فينا نعمل العكس، ناخد حصة العزوم حول المحور B حول المفصل B، وبيكون FYR ضرب الذراع بي اف ضرب الذراع اللي هو ال على 2 لانه معطى معنا، يعني عندنا طريقتين لنوجد النتيجة. طبعا بالحل المساء الطريقة التحليلية في طرق متعددة ممكن تحصل عليها على الإجابة. هلا نحن بدنا نحسب العزوم حول النقاط A و B. في عندنا جدول، هذا الجدول تم حله من قبل علماء قاموا باكتشافه، وصار فينا نحن بس نستخدم المعادلات. طبعا موضح هو بالكامل هون، اللي بيحب نشرح كيف وصلوا المعادلات وشايف موضوع مهم يكتب لنا بالتعليقات حتى نحن نعمل فيديو لاحق بخص هاي المعادلات بالضبط. طبعا مثل ما شايفين نحن رح ناخد هاي المعادلة
طبقها. بنطبقها هون وبنحصل على العزم حول النقطة A و B. هلا بننتقل نحن للحل باستخدام برنامج سوليد ووركس. هلا بنرجع نحن بنتابع محاضرتنا، بنبدأ بالدراسة باستخدام برنامج سوليد ووركس. مثل العادة بدنا نرسم نحن الجائز، نرسم سكتش وبعدين نعمل اكسترود. وبنبدأ بإضافة نقاط، هذا موضوع مهم. ناخذ سنتر اوف فيس عشان نطبق القوة، وبعدين بناخذ من الوجهين نقطتين لحتى نعمل تثبيت، وممكن ما نحط حتى النقطتين، لكن انا افضل نحط النقطتين. وبنبدأ بدراسة المثال الثالث، بنعمل له اعادة تسمية بنضيف المادة خليط الستيل، وبنعمل له معالجة كجائز. هاي كتير مهمة لازم نتذكرها، أحيانا ناخد نتائج خاطئة بالدراسة إذا ما قمنا بإضافة هذا الخيار. بنضيف 2 جوينت، من الطرفين يعني. بدنا نضيف الحمولة قوة، نختارها كقوة 1200، شاقولي باتجاه هذا السطح. هلا نحن ضفنا القوة وثبتنا الشكل، بدنا نعمل له مش، نقوم بتقطيع المجسم. وبعدين نعمل له رانج ستادي، فنحن بنحصل هلا على النتائج، مخطط الإزاحة ومخطط الإجهاد. هلا نحن بدنا نوضح العزم، بدنا نوضح القوى، ف بنروح على النتائج. نتمنى الفيديو تستفادوا منه، وما تبخلوا علينا بالاشتراك والدعم لحتى نحن نقدر نستمر معكم.